اهلا بكم دائما في الناس الحلوه. اهلا بكم. خلينا اكلمكم عن جزء في المخ من معجزات كل المخ طبعا من معجزات خالق سبحانه وتعالى، لكن في جزء مثير جدا للجدل ومثير جدا للاستغراب وفي كم من المعجزات لا احد يتخيلها، الجزء الخارجي من المخ اسمه القشره المخيه او بالانجليزي السيريبرال كورتكس. القشره المخيه دي مقسمه الى اجزاء، في جزء في الاخر خالص في الجزء الخلفي من القشره المخيه اسمه منطقه او اللوب الاوكسيبيتال او منطقه 17، وده منطقه ثانيه اسمها 18 و19. 17 دي بتشوف، هي دي المحطه النهائيه للمرئيات، يعني انت بتشوف من خلال الشبكيه طبعا من خلال العين كلها، وبعدين توصل العصب البصري، وعصب البصري ده انه ماشي في طريق طويل يوصل للمنطقه دي، منطقه 17. قدامها منطقه ثانيه بتخليك تفهم اللي بتشوفه، حلو قوي تفهم اللي بتشوفه دي. من واحنا صغيرين بنشوف حاجات، لكن وانت صغير فاكر كنت بتشوف حاجات ما تفهمهاش. زمان قوي وانت طفل كنت تلعب في حاجات بابا، تمسك القلم بتاعه، تمسك الساعة، تقعد تمسك القلم وتقعد تاكل فيه، تاكله حاجة بتاكل، فتيجي ماما تقول لك ايه، كخ ده قلم بيكتبوا بيه، تقول لها ها 100%. لو باصت يا معلم الاريا دي المنطقة دي لسبب من الاسباب، مرض، ورم لا قدر الله، صدماوي، انفاركشن، جلطة، بوظت المنطقة دي هيتأثر فهمك للمرئيات. ولو باظت منطقة 17 ما تشوفش، يحصل لك مشكلة في مجال الرؤية. بس طبعا حاجة معقدة، مش عايز بقى اقول لكم كلام طبي معقد جدا، كنت رأيت رهمون وصيمة نوبيا كلام معقد قوي، لكن انا عايز اقول لك كلام سهل ده انت ممكن ترى وما تفهمش. لو حصل فيها شوية التهاب تشوف بقى، بس تشوف حاجات مش موجودة اسمها virtual hallucination، قولها قبل كده visual hallucination. visual يعني مرئي، وhallucination يعني هلاوس، هلاوس بصرية. الهلاوس البصرية دي ممكن تكون مش حاجة واضحة، unformed، حاجة كده هلامية. يعني ايه؟ تشوف مثلا ضوء، تشوف نجمة بتولع، تشوف خط بيترسم قدامك، ده مع الالتهاب. لكن لو شفت فورمت حاجة محددة، حاجة لها حدود، تشوف بني آدم أو بني آدم على حسب مين. والله يعني ممكن أول تشوف واحد أو واحدة جاية بقى، كلام بقى على حسب برضه المرض، لأنه في أمراض نفسية وعصبية بتأثر على المنطقة دي، فتلاقي إيه حضرتك تشوف حد قاعد معاك موجود وبيقول لك بقى إيه، أنت الباشا الكبير، أنت الجامد قوي، أو أعلى من كده، أنت شيخ مشايخ الدنيا، أنت متصل بالسماء وبيقولك المعالجين يشتغلوا معاك تحت، وانت المعالج الريس، انت رئيس المعالجين، فتبدا انت تهيص. على فكره في فيلم رائع جدا جدا اسمه بيوتيفول مايند، وده بيحكي قصه حقيقيه لاحد علماء الفيزياء العالميين المتميزين جدا، خد جائزه نوبل. الراجل ده كان عنده المرض ده، كان عنده حاله اسمها فيرشوال هلوسينيشن، هلاوس بصريه. في منطقه بتخليك تسمع وتفهم اللي بتسمعه. الله، هو كل حاجة أشوف وأفهم اللي بشوفه وأسمع وأفهم اللي بسمعه؟ آه طبعا، ما أنت زمان كنت بتسمع الكلام أنت بتعرف تميزه؟ لا، بس بعد كده بقيت تعرف، بقيت تفهم. كمان في منطقة بتخليك تتكلم، وفي منطقة بتخلي الكلام بتاعك معنى، لأنه أنت في أول كلامك فل، أنت لو جيت قعدت معايا طفل هتسمع لغة عجيبة جدا صح؟ وطبعا يعني من ضمن الحاجات اللي بتثير جدا في الاطفال ان تلاقي الطفل متمسك بجمل معينه، يعني تلاقي الطفل مثلا متمسك بامبو، عايز يشرب امبو، حلو الكلام، عايز ياكل كعبيره، اي حاجه، محمه، يا عم الواد لما كبر تيجي امه تغير. المشكله في ايه؟ ان هي اللي علمته. الولد بيبقى قاعد بيتفرج على التلفزيون ريقه ناشف، عايز يشرب شويه ميه، طبيعي مامته تيجي ايه؟ عايز ايه؟ اجيب لك هيفاء؟ اجيب لك شويه نانسي؟ اقلب لك على لا الولد مش هيقول لا، يعني عمال يعيط، فتلاقي مامته تروح بص له كده تقول له امبو؟ فهو يبص لها بشوف ايه امبو دي؟ امبو
هتجيب له الميه. انت عارف لو هي قالت له يعني لما تعطش يا حبيبي يقول I want to drink water اوكي كان هيقول، لكن هو اتعود على كده خلاص. يعني من الصعب بعد كده ان احنا نغيرها له، بس دي مهمه جدا ان كلامك يبقى له معنى. انت عارف لو المنطقه دي باظت حضرتك تقول كلام ملوش معنى اللي هو في شنكحله لولح حلوله اي حاجه بقى. وعلى فكره معظم الاغاني اللي بتتغنى اليومين دول تحس ان كلهم بايظه عندهم المنطقه بتاعت المعاني دي، اللي هو يعني بيغني اغنيه وانت قاعد وانت طبعا لان بايظه برضه عندك منطقه السمع، فانت مش عارف، فلا اللي بيتكلم بفاهم ولا اللي بيبقى سامع فاهم. هي منطقه القشره المخيه عند كتير قوي من الناس اليومين دول بايظه ومحتاجه انها تتصلح. صح، خليكوا دايما مع الناس الحلوه. بندي لها اقتراحات وعاده بنسبه 99% من العينين بيوافقوا على اقتراحاتها. جراحة تجميل المصري مش بس رقم واحد في مصر، مش عيب نتعلم، كل واحد عنده موهبة كبيرة سيسأل. حاسة التذوق العالية في التجميل شيء آخر، لأنه جراح تجميل المصري جراح عنده مهارة وصبر. 30 لتر من فتحة واحدة ما شاء الله، ربنا يبارك. الأستاذ الدكتور هاني نبيل، جراح التجميل ومؤسس عيادات إن شيب. اهلا بكم. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده موضوع مهم جدا، والحقيقه هو في برضه حته من يعني الحلقه دي والحلقه اللي فاتت نقدر نقول عليهم الخروج خارج التابو، خارج النطاق المألوف للحوار. ليه؟ المره اللي فاتت الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على الزراعين، النهارده هنتكلم على مشكله الستات والرجاله. وهنا بقى يمكن الزراعين قليل قوي لما نلاقي راجل بيشتكي من انه عنده ترهل في الزراعين بشكل كبير، عادي ده مش وارد، هو بيبقى غالبا سمنه مفرطه ودراعاته مع جسمه كله، لكن الستات المشكله دي تخصهم اكتر. لكن المشكله بتاعت النهارده ستات ورجاله حقيقه يعني. ليه؟ ولو مشكله في الراجل هتبقى مشكله سيئه وتؤثر فيه نفسيا بشكل كبير، وفي الست برضه. تضخم او كبر حجم الارداف، كبر حجم الفخذين. من الناحية الطبية المشاكل لا حصر لها ممكن تعاني منها الست من الحكاية دي. مشاكل التهابات مستمرة والراجل نفس الكلام في الفخذين، مشاكل الجلد بيغمق، مشاكل التصاقات، التهابات مستمرة، مشاكل متأثرة تتأثر بالعلاقة الزوجية، يبقى فيها مشاكل عديدة جدا. وشكل طبعا الشكل وبيبان سواء راجل أو ست، احنا بنتكلم على مناطق يصعب اخفائها. الخلل الهرموني انتشر؟ انتشر. الالفاظ فود زودت المشكله؟ زودتها. المنطقه دي ما كانش حد بيعمل فيها عمليات كتير وكانت نتائجها لسه مش واضحه لنا، دلوقتي تقدمت بشكل كبير، هنتكلم بالتفصيل. فنياتها عاليه جدا جدا جدا، وطالما فنياتها عاليه جدا جدا يبقى مفيش احسن من ضيف العزيز يقدر يكلمنا هذا الكلام. قيمه علميه كبيره واسم كبير وفنان في مجاله بحق وصوت قوي عملا وعلما في عالم جراحات تجميل، سوبر ستار جراحات تجميل والميجا ستار الاستاذ الدكتور هاني نبيل. اهلا بيك يا دكتور هاني. وحشتني والله. دكتور ايمن انا حسيت ان انت اتبسطت بالكلام الاول. عشان كده انا عايز امشي، انت خلصت. لا 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 هو ده الحلقه مش بهرج، هو ده الحلقه فعلا. انت قلت المفروض تقال هو دي اساس المشكله، الناس بتعاني منها ازاي؟ فيك حاجه بتحس المشكله بتشوفها، بس دي مشتركه يعني، دي عندنا برضو كتير. خلل هرموني بالظبط، خلل هرموني. المناطق دي بتغمق، التصاقات، شكل الرجل، علاقه زوجيه غير سليمه وغير منتظمه من شكل الرجل والترهلات، التهابات عنيفه وبكتيريا وفطريات. انت قلت كل حاجه. ده بتاع دي لا لا انت هتقول كل حاجه في الجراحه، بس انت هتقول لنا الموضوع ده على فكره كان في ناس كتير ما تعرفش ان له جراحه تجميل مثلا. ده ناس كتير ما تعرفش. خالص. بص، في ناس ما تعرفش وناس عانوا من ناس قبليهم قالوا لهم ان الجروح بشعه وان الجروح بتفتح وان القصه مختلفه، قصه مختلفه خالص. دلوقتي دكتور ايمن، مشكله الفخذين انه فيهم عضلات قويه وان دول ويت بيرنج، دول اللي بنمشي بيهم. فلما بتيجي تعمل جرح مع عضله ربنا خالقها، عضله الساق او عضله الفخذ قويه. لو انت عملت الجرح في مكان غلط او تحت شد معين، مع اول ما العينه دي تيجي تتحرك او العين يجي يتحرك الجرح يفتح. ف
تقعد بقى تغير بالشهور، تقفله يفتح تاني، تقفله يفتح تاني، دوره دمويه جايه منين، انت بتعمل ديسكشن او بتفصل الجلد من اي ناحيه، فيها تكنيكاليتي عاليه قوي قوي قوي. فالعينين يا اما ما يعرفوش زي ما حضرتك تفضلت وقلت، او عرفوا مش عايزين، خايفين، فيفضلوا يعانوا 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 يعانوا. بنات لم تتزوج بهذا السبب، ما هو معاناه زوجيه، بيجوا الزوج مع زوجها مش عارفين علاقه زوجيه، غير مش عارفين. انا هقول لك على حاجه ثانيه، في بنات ما عرفتش تتجوز بسبب، يعني طبعا يعني انا معلش اكون صريح شويه، بنت عندها المشكله دي، تقدم شاب شاف البنت قبل الجواز خطوبه، لان المساله واضحه جدا جدا، بيبان في الهدوم، مش هو ما شافش الهدوم، في هدومها بتبقى باينه مكتله كده، باينه جدا، الالتصاق باين جدا، بتاع شاب اترفض. انا اعرف شباب اترفضوا بالحكايه دي. طبعا لما جيت سالت انت رفضت الراجل ليه، البنت راحت قايله لي تعتبر يعني زي بنت اختي يعني، قالت لي بشكل مباشر انا رفضته بسبب ان انا حسيت ان حجم رجليه كبير جدا وشكله غريب، او مثلا منتقد، عدم تناقض، عدم تناقض، بتكلم بمنتهى الصراحه يعني. طبعا. طب هنذهب بقى للحوار ونتكي على نقاط مهمه جدا برضو جراحيا ونفسيا في عالم مهم جدا، جراحه الفخذين والارداف. نذهب الى الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ ارتفاع كفة وعلو هامة وانتشار رهيب لجراحات السمنة المفرطة جعل أوزان تفقد وزنها بشكل كبير جدا، في ناس بتفقد 100 كيلو، فدخل جراحات شد الفخذين إلى عالم رحب ومنتشر وواسع. أبيض أسود أبيض جدا، أبيض هو اللي زود البرد طبعا. أبيض ده ساعات بننصحهم بيها. ليه؟ تيجي عيانة أو عيان، شاب أو فتاة، رجليها مليانة قوي 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 قوي، وحتى لو جسمها من فوق كويس، النهاردة لو قمنا بجراحة شفط وشد في نفس الوقت، المعروف أن الشفط بيتكون بعديه بعض الإديمة أو التورمات أو المية اللي بتبقى تحت الجلد اللي بتروح مع الوقت عشان دورة الليمفاوية بتسحبها، لما بتيجي تقطع الجلد انت بتعمل شويه ديسكشن، انت بتؤثر بشكل مباشر على الدوره الليمفاويه، وبالتالي بتفقد هذا الجزء من الجسم قدرته على امتصاص الميه دي، ما تقدر تتجمع، الجرح يفتح. بيبقى احسن لنا كجراحه التجميل حاجه من اتنين، حضرتك روح اعملي عمليات السمنه المفرطه، خسي 30 40 كيلو، تعالي بجلد متوهل هشدهولك ومش هخلي حد يشوف الجرح، او تعالي لو انت جسمك مش محتاج قوي سمنه مفرطه، مش محتاج عمليات التدبيس والتحويل والتكميم والحزام وغيره، تعال نشفطك النهارده، نعمل لك نجري عمليه شفط ونرهل الجلد، شفط مع سبق الاصرار والترصد، اللي هو انت مش بتحافظ على الجلد، انت ببهدل الجلد، ترهله على الاخر، يبقى شكل جلدك وحش قوي، بيجي لنا بعد 3 شهور بعديها نشد جلد مش اندر تنشن، مش مستحمل هنا تنشن، التنشن مش بس تنشن الجراحه، ده تنشن قوه العضله، حضرتك نايم على السرير قايم تقومي تشوفي حياتك الصبح مع القومه دي وشده العضله الاماميه للفخذ هتفتح الجرح، الجرح يبقى الجلد جاي كوابتد مع عليه تنشن، بس مش التنشن اللي يفتح الجرح. يمكن عمل عمليه لشد الارداف لوحدها او مع غيرها من عمليات شد ترهلات الجسم. التوتال بادي ليفتنج ده ابيض ابيض ابيض، اللي هو شد جسمك كامل، شد اعمل ممكن شد دراعات وشد بطن وشد فخذين في نفس العمليه. بشروط، العين دي شكلها ايه؟ عندي تحليلها ايه؟ العين سنها قد ايه؟ العين بتعاني من اي حاجه؟ هيموجلوبينها كام؟ يعني هي ليه نعمل عمليه وبعديها ندي دم ونقعد العين 7 ايام في الايس؟ هو في حاجه اسمها كده؟ عمليات التجميل زي عمليات الولاده يجب ان تنتهي نهايه سعيده، حاجه اسمها هابي اند. هابي اند ده حلم حياتي، اللي هو انا بروح رمايه الصبح يا رب تخلص بهابي اند. هو ده الهدف من العمليه. كلنا مبسوطين. تسلم ايدك يا دكتور، هو ده الهدف، مش هو انا مش هو انا بالظبط. فانا مش هتعب ساعه زياده واعمل دراعات وبطن وصدر وهانش وفخاد، ما انا فريق 15 شخص، وبعدين العينه بقى فتره نقاها ايه؟ هتنام على ظهرها ولا على بطنها؟ طب الوجع شكله ايه؟ طب فتره نقاها مدتها قد ايه؟ ليه؟ نعمل لك واحده او اتنين مع بعض، وان كنا قادرين على غير ذلك، بس هو المنطق بيقول، مش احنا في مره قلنا ان لم يقابل الطب المنطق فهناك شيء غلط. ما نعمل دراعاتك ورجلك في مره، وبعد شهرين ثلاثه تيجي تعملي بطنك،
بعديها بشويه نعمل لك صدرك، نفس التكلفه نفس كل حاجه، بس انت بترجعي لحياتك الطبيعيه بعد يوم ويومين. ليه قعدت شهر في البيت؟ هتقعدي يومين، اعملي عمليه من الخميس وعشرة لك الحد. خلاص دي كانك ما عملتيش عمليه. وبنج موضع دراعاتك، تيجي بعد شهر ولا حاجه نعمل لك الفخذين، وخدي لك يومين ثلاثه اسبوع اجازه، موافقين. البطن كمان ثلاثه، هم نفس المده بس بنرحمك من الالام. يعتقد البعض انه لا يمكن اجراء عمليات لشد الفخذين ولا التعامل مع الارداف وشدهم لمن يكون اقل من 18 سنه. سؤال، شكله محترم والله. شكله محترم جدا. انا تنهدت. ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ انا اعتقد ابيض. والله؟ اه. بص، قبل 18 سنه احنا لسه لم يكتمل النضج والنمو والشكل، فانا هديك شكل مش متاكد انه هيفضل. ده الطابلون اللي انا برسمه. انا بحب نتيجه العمليه تبقى حلوه وتفضل حلوه. قد لا يكون هناك مانع طبي في الكتاب بيقوله، بس انا رايي الشخصي المتواضع انا ممكن اعمل بنوته عندها 18 سنه وتتغير شكل جسمها وهي 21 22 فعمليتي تبوظ. انا مش بعمل كده، انا بحب شكل عمليتي. هذا بقى للمتهم والجاني والبريء. ده مهم قوي. وكمان لازم اسال، هي ايه الموضه؟ يعني هل في دلوقتي موضه؟ لانه بقى في بقى كمان ناس اللي بتهتم قوي انها تعمل شكل مميز. ده دول الناس بقى انا في رايي ان هم الاكثر اوبسيشن، الاكثر حسوكه وتعلقا وشغفا بعالم التجميل. نشوف مع بعض المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ انا عايز وانا بتسال على المتهم والجاني والبريء برضو، انا هسالك بقى بشكل مباشر لان الحقيقه ده موضوع مهم قوي. من يعتقد انه العائق الاول امام جراحه مثل جراحات الارداف او الفخذين يكون التخدير، لاعتقاده ان التخدير مشاكله؟ ابيض ام متهم ام جاني ام بريء؟ طبعا جاني. جاني. التخدير بريء من عتاني. مين التخدير؟ دكتور تخدير او دكتور التخدير على علم وثقافه وشهادات وخبره، يبقى التخدير بره اللعبه. التخدير هو اللي بيساعدونا، هم اللي بيخلونا نشتغل. ده رقم واحد. ويا سيدي عشان نريحك او شد الفخذين بنعمله بدون تخدير كلي نهائيا. بنستخدم البنج النصفي او بنج الابيديورال في علاج الفخذين. مش بس ده، لو احنا هنعمل شد فخذين مصغر اكاد اجزم بنسبه 99.9% من الحالات تم بنج موضعي. طيب، ليس عيبا ولا هربا من التخدير، بس انا سئمت من كتر ما بنقول بنج موضعي بنج نسفي بنج موضعي، كان عندنا فعلا مشكله في التخدير في مصر يا فندم. ما عندناش على فكره. جميع جراحي لما بقعد مع جراحين التخدير بيقولوا لي ان اوهام الناس على التخدير النصفي ده زي اوهامهم على التخدير الكلي. أو لا لا خالص، اقل كثير. أقل بس انا عايز اقول لك حاجه، في اعتقادي الشخص المسؤول عن ترسيخ فكره مشكله التخدير في مصر احنا الجراحين. لان احنا بنطلع في كل الدنيا نقول مش هديكي بنج كلي، مش هديكي بنج كلي، كاني دخلتها الجنه. هو بنج كلي النار؟ مين قال كده؟ ما نعمله صح في مستشفى صح مجهزه بجهاز تخدير صح مع دكتور التخدير او دكتور تخدير صح، وهتبقى الدنيا زي الفل. اللوز ببنج كلي، المراره ببنج كلي، الفتوقات بتاعت الاطفال ببنج كلي، الزوايد ببنج كلي، كل عمليات الدنيا ببنج كلي. اي عمليه في اليد ببنج كلي؟ اللوز اللي بتتعمل لاطفالنا كلنا دي بنج كلي يا فندم. هو اشمعنى بنج كلي في تجميل بيموت؟ عشان احنا خدناها جزء تسويقي شويه، وقد اكون انا اول الناس بحاول لا بنفي تهمه. هو مفيش تهمه، هو بين كلي ابنك وبنتك عملوا لوز بين كلي يا فندم، حضرتك ما خفتيش عليهم. انا بنتي عملت اللوز بين كلي. طب ليه ترى النهارده اقول مفيش بين كلي؟ لا، في بينجو كلي في التجميل لو الحاله استدعت، بس بنعمله صح. بنعمله صح في مرحله بنتي الكبيره كان عندها مشكله كده واضطرينا نسفرها بره تتعالج، وكان من الحاجات اللي لازم تعمل لوز لان هي فيها بكتيريا بتاثر على جهاز المناعه، فجهاز المناعه بيهاجم. كان قصه طويله قوي السنه اللي فاتت، ويعني ارهقتني طبعا نفسيا كثيرا. الحمد لله. انا كنت بكلمك على طول. فيعني كانت ايام السويد وامريكا والمانيا. لا ما كناش لقينا علاج يعني. الحمد لله ربنا سبحانه عافانا، والحمد لله بقت احسن والامور تحسنت. بس في الاخر قرروا في كنا ساعتها في المانيا انها لازم تعمل لوز. انا رجعتها ما استعمل. طبعا
مش عشان حاجة، عشان انا عارف فريقي وعارف تخديري وعارف الجراح الانف واذن ده احسن من بتاع المانيا. يمكن على مستوى البطن، وانت كنت معايا يوم بيوم هنا، شوية في الامراض اللي هي الغريبة دي ما بيعرفوش يقولها علاج قوي، بيشخصوها مش عارفين يعالجوها. لا هناك في المستشفيات قدروا، لان ما عندكش هنا امكانيات برضو دكتور ان ادوية وبتاع، فلا وصلنا الحل. لكن عند الجراحة انت هل تعتقد بعد معاناة السفر ارجع اعمل جراحة؟ فيعني حتى قرايبي بيقول انت رحت باطنة بره وجاي تعمل جراحة في مصر، وانا لن ابخل على ابنتي، لكن هي الفكرة احنا احسن. بالظبط، بنج خدت بنج كلي بنتي. لا احنا هنا من نفس دكتورة التخدير اللي بقى لها معايا 15 سنة بتدي كل عينين البنج. هو احنا ليه متهمين يعني؟ احنا لو خدنا دكتورة التخدير ديت وخدنا السي في وعدد الحالات اللي هي اشتغلتها وكم الساعات اللي عملتها وقارناها بره، بره هيبصوا لها على انها اجازه 3 ساعات في الشهر، ويك اند وشهر 8 اجازه وشهر واحد ما بيشتغلوش 12 واحد واثنين ما بيشتغلوا، ده الدكاتره بره الصراحه بيشتغلوا مرفهين. لا لا لا، ولما لو اشتغل ساعه ونص او ساعتين زياده عن البتاع يعني، ده احنا هنا بنشتغل بال 99 ساعه. بالظبط بالظبط. المريضه او ربما الطبيب، خلينا نقول ان الاحتمال الاثنين، يقرر ان يعمل عمليه شد بطن وارداف وساقين كله في عمليه واحده، ده متهم ولا جني ولا بريء؟ متهم. ليه بقى؟ قليل العلم بس، مش عارف. مش عارف. هو مش عارف هو بيعمل ايه؟ هتعمله لاختك؟ هتعمل العمليات دي لاختك ولا هتخاف عليها؟ مع بعض الثلاثة؟ اه لا ما ينفعش الثلاثة مع بعض عشان اخته. طب ما دي بنتك واختك، ما هو احنا نفس المجتمع، هو احنا هو هما يعني، ما هي دي اخت واحد تاني. يعني انا هعمل لاختي النهارده شد بطن ودراعات وصدر وهانج ولا كل ده فاهمها؟ قال لها لا يا بنتي بتعملي اثنين، طيب بعد شهرين نعمل اثنين. اجمل حاجة بقى في حواراتنا ان انت حطيت ثلاث حاجات مهمين قوي دلوقتي، يعني ثلاث حاجات حلوين قوي. رحت انت عامل ايه بقى؟ قايل يا جماعة عملية دي محتاجة تخدير كلي، مش شطار ان انا اقول بتخدير موضعي. يا جماعة العملية دي بتتعمل بتخدير موضعي، ما ينفعش بقى حد يضحك عليك ويعملها لك بتخدير كلي. دي معلومة مهمة جدا. بص، ليس اتهاما للتخدير، انما اظهارا للحق. لما بنطلع مع بعض انا وحضرتك يا دكتور ايمن نقول دي بنج موضعي، مش عشان اقول بنج كلي وحش ولا النصف وحش. الموضوع حلو لو بتعرف تعمله، النصف حلو لو جاب حد يعمله لك كويس، وكل بنديه لاولادنا في اللوز. هو يعني انت اغلى ولا ابنك؟ عليك. ابنك اغلى منك عليك، انت هتحب انت تموت قبل ما يحصل حاجه لابنك. ده طبيعه الحياه صح؟ طيب فهي الموضوع بس تعالى اديك موضوعي وتديله كلي، او تعالى اديك موضوعي واغيبك عن الوعي، اصل انت كانت حالتك صعبه وكنت هتموت فاضطرينا ننقلك، اصل انت ضربات. قول له هديك بين كلي. هو لا خلاص انا هعملها لك بين كلي، بس انا جايب حد تخدير كويس فما تخافش. ليه؟ ما هما الحالتين دول. الحاجة التالتة أنت وضحت كتير قوي إن العنترية في جراحة التجميل مش شطارة. اللي هي بقى أعمل ده مع ده مع ده. أو 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 إظهار السرعة، يعني برضو من الحاجات اللي لاحظنا إحنا في علاقاتنا، وإن أنا دايما بقول بتاخد وقت قليل. هي مش هتاخد وقت قليل، دي فرد عضلات. بتاخد وقت ده عشان عندي فريق. حضرتك فهمت يا دكتور أيمن؟ يعني إحنا 15 واحد بيجروا جراحة، أنا قائد الفريق ومعايا 10 مساعدين جراحة وأربعة أو خمسة تخدير، ده الفريق. الفريق بيقلل المده، فبيقلل على حضرتك فتره العمليه، بيقلل عليك فتره البنج سواء ده او ده، هو فريق عمل. لا وبيقلل كمان التنشن على كل بالظبط. فكل واحد بيعمل حاجه، واحد بيحضر ازاز، واحد مش عارف بيعمل ايه، واحد بيعمل ايه، واحد بيحضر ايه، واحد بيلبس كوسيه. هو احنا فريق عمل، مش بس قصه. انت بتقول شد بطن في ساعتين، حد من الساده الزملاء قاعد معايا ثلاث اربع ايام متعشى مع صحاب، يعني يا عم بتقول شد البطن في ساعتين، يا عم بتسرح من الناس. طيب حبيبي لا، هو انا مش بسرح من الناس، هي كل حاجه بتتحضر، لان احنا بنخش فريق كامل، كل واحد ليه دور. زي ما حضرتك النهارده بتيجي قبل التصوير ب 10 دقائق تخش، لان في ناس حضرت الاستوديو، في ناس حضرت مش عارف ايه، وفي الكاميرات مش بفهم قوي، وفي انت مش عارف شرايط. عندك فريق تعرف تعمل برنامج ده لوحدك يا دكتور؟ لا طبعا مستحيل. ليه؟ ولا اعمله انا واثنين ولا ثلاثه، انا لازم يبقى 100 زي احنا قاعدين. ده في بعض الناس تقول لك ايه، انا وانت جايب مساعدين كتير وهتعلم لنا ناس تنافسنا، ما تشتغل مع الحكيمه. اشتغل مع الحكيمه زي ناس، في حاجه اسمها كده؟ في ناس بتعمل كده. ربنا يبارك لك. نذهب بقى للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ انا هروح بقى لسؤال مهم. عندما يعاني الجلد من ترهل وفقدان البرود، لا يمكن لاي
تمارين رياضية أو أنظمة غذائية أن تتخلص من هذا التراخي. يقين. طب الناس اللي بتطلع يقول لك إيه، أنا هعمل لك رجيم موضعي. وحقن موضعية وأجزاء موضعية. لا آه ورجيم موضعي. آه ده. يعني رجيم موضعي. هخسس لك أعلى الظهر وأسفل البطن. أنا أفنيت 16 سنة في البطنة. 16 سنة إيه؟ 20 سنة. ما تكبرش نفسك بقى. 20 سنة. ما تكبرش نفسك. والله العظيم 20 سنة. وكنت بشرح كل يوم حوالي 10 ساعات، أقعد أتكلم عن البطنة وأشرحها وأتكلم فيها 10 ساعات، 10 ساعات. لم أعلم في حياتي ورقة ولا كتاب ولا مذكرة ولا حد خطر في باله يقول نظام غذائي تخسيس الأرداف. وطلعت ناس بياكلوا إيه طيب؟ خص مثلا؟ عشان شبه الأرض. جرجير، كابوتشي، خص كابوتشي. لا ما تاكلش كابوتشي، كل الخص اليوناني ده. هو الكابوتشي السبب. صباح الخير. صباح الخير. يعني هناك بعض الكلمات يمكن أن تستخدم لتقليل حجم الأرداف. صباح الخير. انت كل النهارده الاجابه تونس. الاجابه تونس. وهم طبعا. وهم طبعا. لابد بقى من اتباع اسلوب معين من الحياه للحفاظ على العمليه. ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده يقين. ده يقين. ده يقين. ده يقين. رياضه وتخسيس بقى بص. لا لا لا. بص يا دكتور، هنديك نتيجه. ارجوك ما تبوظهاش. احنا مش تحصين، مش تطعيم، في فرق بين طعم حضرتك او طفل. ضد شلل الاطفال فما يجوش اطفال مدى الحياه. فانا بعمل لك عمليه لازاله اثار خطا ما في الماضي، رجعتك حاجه جميله جدا جدا جدا. حافظ على الشيء، لازم نحافظ على اجسادنا، هي هبه ومنحه من الله لينا، نحافظ عليها. هي دي الفكره. لما بنعمل لك او بنعمل لك عمليه عشان نرجعك جميله، ممكن تحافظ على ده، بلاش نتخن قوي، بلاش نعيش حياه. مش هقول لك كل يوم احرق رياضه، يعني الناس الشباب اللي بيكونوا يعملوا 6 باكس باللايبو ساوند، جهاز الموجات الصوتيه اللي اتكلمنا عنه كتير، ونحت و6 باكس وعضلات وبنشات، فبيبقى مبسوط جدا. يقول لي هو لازم اروح جيم كل يوم؟ لا، روح يومين في الاسبوع، مش عشان عمليتي، عشان تفضل طول عمرك صحي. وبلاش بقى تقول ايه، ما هو انا ما انا كنت تخين وعمل لي، كنت كرشي قدامي وعمل لي 6 باك، طب ما انا اكل بقى شوكولاته واتعشى مع اصحابي مره 17 سندوتش ومش عارف ايه، واضرب مش عارف ايه مشاريب ايه وبتاع ايه، ما خلاص كل سنتين ثلاثه اسعار كلام فاضي. يا عم انا هحرم نفسي ليه؟ واروح اديله كام قرش اللي هو عايزه بدول؟ لا يا فندم، هي مش كده، هي مش كده خالص. هي احلى مره هي اول مره، صدقني. الا طبعا لو اول مره اتعملت غلط وصلحناها، لكن احلى نتيجه هتجيبها الخلايا كلها بكر، انت بتشتغل على حد لسه هيلثي. بلاش اعاده وتكرار العمليات بقى اوبسيشن خلاص. ناس متصوره. طب بص، ساعات بيجوا بعض المرضى يا دكتور ايمن ما عندهمش مشكله، بس ما تشوف حاجه تعملها لي كده، يعني ايه يا فندم؟ بص كده انا حاسس ان انا بقى لي 6 شهور ما جبتلكش. اتفضل يا فندم، انت محتاجين نجيب فاكهه؟ بس انت مش محتاجاني. لا دور، بس دور، مش في حاجات كتير انت بتطلع تتكلم. يا فندم هو حضرتك ايه المشكله؟ ما عنديش مشكله، بس اكيد انت عندك حاجه حلوه. الارداف اصبحت هناك ترندز، يعني هل في الملوخيه البرازيليه؟ الملوخيه البرازيليه، هي البرازيليان، البرازيليان برازيليان بط. الملوخيه البرازيليه دي طلع موضه في العالم كله، وانتقلت خلال سنتين ثلاثه الى العالم العربي. يس. الى عالمنا العربي المجتمع المصري، ودي كانت قديمه موجوده في مصر. بالك انت بتقولوا ايه، بتتكلموا فيه يا حبيبي؟ ده من زمان قوي، من ايام المنيب الكلام ده بنتكلم فيه. هي موضات وبترجع. اوكي. واذواق الازواج بتختلف. كنا بنعملها زمان عن طريق حشوات السيليكون التي اكرهها كما اكره الشيطان. وانا كمان ما شفت الهاشيوم عارف الشيطان اكرهها كما اكره الشيطان. اتدمرت بسبب وانا كمان حشوات السيليكون. حاجه بتبقى يعني مره هجيب لك صوره عينك كده انت. انا دمعت مره لما شفت صوره. المهم، مع انتشار تقنيه حقن الدهون وتمكن الجراحين المصريين من حقن الدهون، بقينا بنعمل مؤخرات برازيليه بشكل رائع، ليس فقط عن طريق حقن الدهون وانما كمان مع نحت الجسم. يعني ايه؟ احنا بننحت حوالين الهنش ونحقن الهنش. مش فكره تعليه، فكره انت بتحقن كام طبقه من الدهون وتفيد اوت فين وتعلي فين عشان يبقى شكل الهنش في الاخر متناسق تماما، بدون ما يبقى اوفر قوي، لان برضو الاوفر قوي ده بيخلينا نحس ايه؟ اي حاجه فيك شكلها مش طبيعي ما بتبقاش حلوه في التجميل. بس ان شاء الله مؤخرا بظهر دلوقتي يعني موجود،
موجود وبنشتغله كتير ونتائجنا اتحسنت فيه كثيرا كثيرا كثيرا. اذا احنا النهارده عرفنا ثلاث حاجات مهمين قوي عشان قبل ما اروح لازم احفظ انت النهارده مهمين جدا جدا. انه ما ينبغي عمله بمخدر موضوعي يعمل بمخدر موضوعي ليس هذا تفضل، وما ينبغي عمله بمخدر كلي ينبغي عمله بمخدر كلي وليس هذا انتقاص. صح، ده مهم جدا. شابوه يعني ده كله ده شابوه. لانه شابو. لانه ال 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 كمان التهور في كم عمليات في كل انواع مره حد اعلن ان هو مش عارف عمل كام عمليه قرنيه، ده معلش ياخدك في حاجه ثانيه في وقت عمل ازاي. قلت دي جريمه مش افتخار. كذلك في جراحه التجميل ما ينفعش ان الواحد يمسك واحده يعمل فيها كل حاجه في وقت واحد في نفس القعده. ليه؟ انت النهارده ارسيت الحاله الثالثه دي عشان نفكر عليها بشكلها في فتره نقاهه. مين اللي هيدفع الثمن؟ هي تتعب قوي. طب ليه؟ ليه؟ ورانا ايه؟ ورانا نروح نفطر. نورتنا. ميرسي جدا جدا. نسعد دائما بهذه الزياره الرائعه وحوار مثير للغايه، وواحد من الحوارات التي على قد ما انا فرحت جدا بان الدكتور هاني النبيل قبل ان يكون ضيفي. ده يسعدني يا فندم ويشرفني. وشرف كبير لينا. على قد ما كنت كل شويه اقول يا ريتنا بدانا هذه الحوارات بس لكل امر اجل. بالظبط. من زمان، من 3 سنين حبيبي. يعني اول على فكره يعني حاله او اول حلقه سجلناها في جراحه التجميل كانت مع الدكتور هاني النبيل. سجلناها قبل الشغل بتاع الدكتور ده، الكلام ده في 2012 في اول 2013 اول 2013 اول 2013 نورتنا وكالعاده بتسعدنا وخليكم دايما معانا. معالج الشكل في مرض بيؤثر على الوظيفة. كلمة فشل جراحة سمنة دي أنا حتى كدكتور يعني إيه جراحة سمنة فشل؟ التارجت بتاعنا في كل العمليات حقيقة واحدة. سوء اختيار العملية بيلعب دور رئيسي في فشل هذه العملية. طبعا. قص الوزن او العمليه بتاعتنا تؤثر باي شكل من الاشكال على الجنين؟ لا طبعا. الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم استاذ جراحه السمنه بكليه الطب جامعه عين شمس، رئيس مجموعه جراحه السمنه بالقسم المصري لكليه الجراحين الامريكيه، سكرتير عام الجمعيه المصريه لجراحه السمنه. اهلا بكم. في عالم الاعلام الطبي دور مهم جدا بيقوم به الاعلام الطبي الان في العالم كله، وهو التوعيه من مخاطر السمنه. الحقيقه ده واحد من الادوار اللي انا اعتقد ان انا عن نفسي سعيد جدا ان احنا بنلعبها دلوقتي ولعبناها الفتره اللي فاتت، دور مهم في توعيه الناس عن مخاطر السمنه، لان ده موضوع يهدد الامن القومي. يهدد الامن القومي ليه؟ لانه احنا امننا عباره عن أمن قائم على عمل، والعمل ده قائم على أشخاص. كل ما يكون في أشخاص هيلسي صحتهم كويسة بيأدوا عملهم بشكل جيد، بيقوموا بحماية البلد اقتصاديا وغير اقتصاديا، كل ما يكون صحتهم كويسة كل ما هيقدروا يشتغلوا كويس. لو صحتهم أصيبت أو أضيرت بشكل أو بآخر من خلال السمنة، مش هتلاقي الراجل اللي يقدر يحميك، ولا الراجل اللي يقدر يبني لك، ولا الراجل ولا الشاب اللي يقدر يصنع لك ولا يزرع لك. خلاص انت فقدت القدرات الأساسية للشعب. القدرة الأساسية للشعب هو الشباب، هو القيمة الأساسية للشعب في التطور وجود شباب قادر انه يعمل شيء. الشباب مجرد ما يصاب بالسمنة المفرطة هو غير قادر انه يعمل اي حاجة تقريبا. خلينا نقول انه الاعلام مهم قوي دوره في عالم جراحات السمنة تحديدا، لانه بيبين جزء جديد في التعامل مع السمنة. جراحات السمنة ما زالت عند كثير من الناس لسه ما عندهمش الثقافة الكاملة ليها، ولذلك الإعلام دوره مهم عشان يوضح إيه دور جراحات السمنة وإزاي بتتم. عشان كده كمان أنا عايز أقول جملة مهمة، إنه مريض السمنة المفروض عليه أن يكون مثقف بدرجة عالية جدا حول، أو ثقافته تكون كاملة عن موضوع الجراحات.
ويبقى فاهم كويس جدا ايه هي الجراحة المطلوبة له والجراحة المناسبة له، يفهم انواع الجراحات ويستوعبها. عشان كده النهاردة الحوار هيكون مستوى عالي جدا، لان هشرح لكم او ضيف العزيز هشرح لكم النهاردة الفروقات بين الجراحات وبعضها، وهيقول لكم النهاردة هل كل عين له جراحة ولا ممكن جراحة تنفع اكتر من عيان، والقرار بتاع اتخاذ القرار اتخاذ الجراحة دي او عمل الجراحة دي القرار ده بيتم ازاي وعلى انهي بارامتر، وهل ممكن يتغير القرار والعيان هو نفسه بيتدخل ولا ما يتدخلش او مطلوب منه ايه، ده هنتكلم فيه النهاردة عشان نرفع المستوى الثقافي عند الناس. الحقيقة ضيف العزيز النهاردة بنفتخر بأنه موجود معانا في الناس الحلوة، موجود معانا على الشاشات، قيمة أكاديمية كبيرة ورائد كبير حمل على عاتقه الحمل الكبير جدا في توصيل جراحات السمنة إلى أولا متلقيها من مرضى السمنة المفرطة، ثانيا نقل الخبرات الكبيرة للأجيال التالية من جراحين السمنة القادمين كشباب أو متوسط السن لكي تحتل جراحات السمنة هذا المركز الرائع سواء في كلية طب جامعة عين شمس أو في العالم العربي. الاسم الكبير والرائد القدير أستاذنا الأستاذ دكتور أحمد إبراهيم، أهلا بك. منورنا في الناس الحلوة، يعني شيء يسعدني جدا. خلينا أبدأ أقول هل إحنا النهاردة لما أشرح للناس بالتفصيل هل ده مطلوب ولا لمرضى السمنه المفرطه ولا احنا بنحملهم زياده شويه؟ هو مطلوب الحقيقه. طبعا في بعض التفاصيل الدقيقه قوي يمكن ما تبقاش مطلوبه قوي، انما على الخطوط العريضه لا طبعا مهم جدا ان جرح ان المريض يكون عارف ايه نوع العمليه اللي اتعملت له، ايه كمان المتطلبات المطلوبه منه في كل عمليه. احنا عندنا عمليات كتيره، كل عمليه بتخاطب مجموعه من المرضى، وكل عمليه ليها نقط قوه ونقط ضعف، وبالتالي المريض لازم يكون عارف ايه نقط القوه بتاعت العمليه بتاعته، وكمان لازم مهم جدا يبقى عارف ايه نقط الضعف في العمليه بتاعته. عظيم جدا. هنبدا معا في حوار مثير للغايه وفي نقاط مهمه، وطبعا اعلى درجات الاحتراف هتسمعوها النهارده في عالم جراحه السمنه، بعتقد ان انتوا هتستمتعوا جدا جدا بالتفاصيل الدقيقه، وخصوصا المريض السمنه في اي مكان عنده رغبه شديده في المعرفه هيعرف كويس. بس خلينا نروح للابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ السؤال الاول، علاج السمنه المفرطه جراحيا يتطلب وعيا صحيا كاملا وثقافه من المريض لنجاح رحله التخلص من الوزن الزائد وعدم العوده مره اخرى او الانتكاسه مره اخرى ورجوع لهذا الوزن، ابيض اسود ام رمادي؟ ابيض طبعا. مهم جدا المريض يبقى عارف زي ما قلت لك، يبقى عارف نوع العمليه اتعملت له، ويبقى عارف الخطه ايميديتلي بعد العمليه يعني في السنه او السنتين اللي بعد العمليه، وعلى المدى المتوسط والطويل عشان خاطر ما يحصلش انتكاسه او زياده وزن تاني. بدايه عمليه تحويل المسار كانت بعمليه تسمى عمليه تحويل المسار الكلاسيكي، ولكن ظهر بها بعض المشاكل مثل القيء والاسهال مما جعلها تقل. ده ابيض ولا اسود؟ لا ده اسود برضه الحقيقه. اسود خالص. القيء والاسهال دول كانوا موجودين اكتر في عمليه تحويل مسار الامعاء اللي هي موجوده قبل كده. بالعكس تحويل المسار الكلاسيكي مش مفترض يكون فيه قيء، ومش مفترض كمان يكون فيه اسهال. انما بيحصلوا احيانا بيحصلوا. انما دي قاعده؟ لا دي مش القاعده. وبالتالي تحويل المسار الكلاسيكي الى حد كبير ما زالت عمليه موجوده. انا برضه عاوز اقول حاجه، ان تحويل المسار ماهيش عمليه خلاص، يعني ما اقدرش اقول حاجه اسمها تحويل المسار الكلاسيكي وعمليه اسمها تحويل المسار المصغر، مفيش حاجه اسمها كده. لان كل عمليه دول مكونه من مجموعه اجزاء، كل جزء من دول قابل للزياده او النقصان. يعني احنا بنعمل جيب مثلا، الصوره اللي هنا دي تحويل المسار الكلاسيكي، ده حجم الجيب اللي احنا بنعمله، تمام؟ حجم الجيب ده ممكن يكون 30 سم، ممكن يكون 25، ممكن يكون 50، ممكن يكون 80، وممكن يكون 100، تمام؟ ونفس القصه برضه على التحويله بتاعتنا، التحويله بتاعتنا دي ممكن تكون على بعد 50 سم، 75، 100، 150، وبالتالي في كل الاوقات كان جراح السمنه كنا عندنا مسائل استرشاديه عامه، انما كان دايما الجراح وخصوصا الجراح المتخصص بقى، مش الجراح العام اللي هو ما عندوش خلفيه قوي على الناحيه الفسيولوجيه للسمنه كمان، فكان الجراح بيمانيبيوليت حجم الجيب او طول التحويله ديبنز على او اذا توقف على نوع المريض اللي بيشتغل. فما اقدرش اقول ان في حاجه اسمها تحويل مسار كلاسيكي عمليه واحده، وفي تحويل مسار مصغر عمليه واحده، يعني قد تكون حجم الجيب مثلا في تحويل المسار المصغر
اصغر من حجم الجي في تحويل المسار الكلاسيكي، وقد يكون العكس، طول التحويله في تحويل المسار الكلاسيكي قد يكون اطول قد يكون اقل. نفس القصه برضه على تحويل المسار المصغر. فانما هي في يعني كافكار دي يعني تحويل مسار مصغر بيعتمد على فكره واحده ان هي توصيله واحده من المعده والامعاء بدون حاجه الى توصيله ثانيه. تحويل المسار الكلاسيكي بيعتمد انه في تحويله ما بين المعده والامعاء، بس في كمان تحويله ثانيه ما بين الامعاء والامعاء. هناك فرق كبير بين عمليه تحويل المسار الكلاسيكي وعمليه تحويل المسار المصغر من ناحيه التقنيه والتوصيل. ده سؤال برضو يعني بقى على فكره معظم الاسئله دي بتشاع في حوارات علميه غير منضبطه، يعني احنا تابعنا بعض الحوارات العلميه غير منضبطه على بعض يعني حوارات علميه يندى لها الجبين للاسف. للاسف ده ابيض ولا اسود ولا رمان؟ لا يعني من ناحيه التقنيه طبعا في فروق، خلاص يمكن هي الفرق الاساسي ما بين تحويل المسار الكلاسيكي والمصغر هو في الناحيه التقنيه. احنا عندنا في تحويله مش موجوده في تحويل المسار المصغر، موجوده في تحويل المسار الكلاسيكي، وده تمثل حوالي ثلث وقت العمليه. وبالتالي تتوقع ان وقت العمليه يكون اقل في تحويل المسار المصغر عن تحويل المسار الكلاسيكي، ودي ميزه في بعض الحالات اللي هو المريض اللي عنده سنه شهيه الافراط، اللي عنده مشاكل صحيه تقتضي وقت التخدير اقل، ده هيكون اكيد مفيد بالنسبه له ان احنا نعمل عمليه وقتها اقل. في نفس الوقت كمان طب وهي التحويله الثانيه دي ليها لازمه ولا ممكن الاستغناء عنها؟ بتقلل نسبه حاجه اسمها ارتجاع الحامض، ارتجاع العصاره المراريه داخل المعده. وبالتالي بتبقى مفيده في بعض المرضى، خصوصا المرضى اللي عندهم فتق في الحجاب الحاجز مثلا، خلاص؟ لان احنا صحيح ارتجاع السائل المراري جوه المعده ممكن يعمل شويه التهابات في المعده او يعلي درجه الاصابه بتهابات المعده، الا ان الخطر الاكبر بتاعه بينتج من الارتجاع داخل المريء، لانه كمان بيعمل التهابات جامده في المريء وقد يعمل شويه تغيرات في الخلايا وفي نشاط الخلايا. المرضى اللي عندهم ارتجاع وارتجاع واضح للحامض المعدي في المريء لو ما يعرف باسم فتق الحجاب الحاجز، قد يكون من الخطوره انك تعمل له عمليه تحويل مسار مصغر. قد يكون من الحكمه ان احنا نعمل توصيله، يعني احنا احيانا بنخش جوه العمليه ومفيش اي اعراض لتحويل المسار لارتجاع فتق في الحجاب الحاجز، ونفاجئ جوه العمليه بان المريض عنده فتق كبير في الحجاب الحاجز. ساعتها اوتوماتيك احنا بنقلب العمليه من تحويل مسار مصغر الى تحويل مسار كلاسيكي. القرار بيكون داخل العمليه. احيانا بيوصل ان احنا بنقرر جوه العمليه، احنا هنغير نوع العمليه الى تحويل مسار كلاسيكي ومصغر. وخصوصا ان هو ما فيش فروق كبير قوي زي ما احنا هنشوف دلوقتي ما بين تحويل المسار الكلاسيكي والمصغر من ناحيه الفيتامينات من ناحيه الادويه، عكس الكلام طبعا للاسف اللي بيتردد احيانا في بعض الاوساط ان في فروق كبيره ما بينهم. لا ما فيش فروق كبير قوي ما بين التحويل الكلاسيكي والمصغر، بمعنى ان الفيتامينات هيبقى لها علاقه بدرجه تقليل الامتصاص، درجه تقليل الامتصاص ممكن تكون اعلى في المصغر ممكن تكون اقل. احنا اللي بنحدد نسبه تقليل الامتصاص، ما هياش حاجه فيكسد، ما هياش حاجه ثابته. يعني مثلا احد الحاجات اللي انا دايما ما بحبش اقولها اللي هي مثلا تحويل المسار المصغر هنعمل تحويل على بعد 2 متر. انت هنا بتعتقد ان الناس كلها عندها طول امعاء متساوي. ده مش حقيقي. احنا بنقيس طول الامعاء بنفاجئ احيانا بان فيها امعاء طولها 3 متر ونص وفيها امعاء طولها 7 متر. وبالتالي ما تقدرش تاخد رقم محدد. لو مريض طول الامعاء بتاعه 3 متر ونص وانت عملت له تحويل على بعد 2 متر، معنى كده انك انت عامل تحويل على بعد حوالي 66 ل 70% من طول الامعاء. دي تحويله خطيره قد تدخلنا في مشاكل. فالقاعده اللي احنا بنحبها دايما اللي هو مفترض ان 2 متر دي اتعملت على طول امعاء في المتوسط 6 متر، يبقى 30% او 33% من طول الامعاء، وده الرقم اللي احنا بنعتمده الحقيقه في معظم الجراحات بتاعتنا. ان احنا بنقيس طول الامعاء وبنقرر رقم 30 سم، طلع الرقم ده على بعد متر ونص، طلع على متر و80، طلع على 2 متر، طلع على 2 متر 40، ايا كان الرقم احنا عاوزين 30% من طول الامعاء. من يقول ان عمليه تحويل المسار الكلاسيكي ليس لها علاقه بعلاج مرض السكر؟ لا طبعا ده كلام يعني طبعا اسود 100%، خلاص هي تحويل المسار كل الدراسات اللي وعلى فكره اللي بيقول كده عشان يدي فرصه للمصغر ان هو يشتغل. لا بس انا هقول لك هو يعني ايه اللي حصل خلاه بيقول الكلمه دي. خلاص هو الحقيقه ان كل الدراسات اللي اتعملت على او 90% من الدراسات اللي اتعملت على العلاج السكر في خلال ال 10 سنين اللي فاتت كلها كانت قايمه على تحويل المسار الكلاسيكي مش المصغر. انما تحويل المسار المصغر لو انا عندي مريض عنده سكر فقط، خلاص انا احب اعمل له كلاسيكي ولا مصغر؟ لا احب اعمل له المصغر، ويمكن دي تبقى غريبه شويه. لان هي الميكانيزم اللي بيعتمد عليه تظبيط مستوى السكر في الدم بعد تحويل المسار كقاعده عامه هو طول المسافه ما بين التوصيله ونهايه الامعاء. تمام؟
لان احنا الخلايا اللي احنا عاوزين انها تستفز وتطلع هرمون الجي ال بي 1 والجي واي والبي واي والجي اي بي اللي بيأثروا على الانسولين يخلوه يفرز انسولين بكميات اكتر في التوقيتات اللي احنا عاوزينها، بتطلع كلها دايما من النص الاخراني من الامعاء. وبالتالي كل ما يكون التوصيل اقل كل ما يكون فرصه نجاحنا في علاج السكر اعلى. وعشان في الحته دي تحويل المسار المصغر هيبقى اسهل فيها انك تعمل الموضوع ده من تحويل المسار الكلاسيكي. انما لا طبعا الكلاسيكي لو انت استخدمت نفس الاطوار اللي استخدمها في المصغر هيجيب نفس النتيجه ويمكن يجيب نتائج احسن. وده على كده ان زي ما بقول 90% من الدراسات اللي اتعملت على تحويل على علاقه السكر بتحويل المسار كانت كلها مشتقه من تحويل المسار الكلاسيكي مش المصغر. انما ما زال برضو في الحته دي تحويل المسار المصغر يمكن تكون احسن شويه من الكلاسيكي فعلا في موضوع السكر. الجزء ده مهم جدا، الجزء ده علميا مهم للغايه، وفكره انه السكر بيعالج او جراحه انتوا وصلتوا لمستوى رائع جدا في التعامل مع جراحه السكر. بقى ده كده جراحه سكر لان انتوا طورتوا كلام حضرتك معناه ان في تطوير انت واخد بالك منه في الجراحه نفسها ديبندنج اون على هدف مريض مريض السكر نفسه. يعني السكر انا عايز اعالجه نفسه فبوصل على قد ايه لان انا عايز اركز على الهرمونات اللي بتشغل الانسولين كويس. ده مهم جدا لان احنا احيانا بيجي مثلا مريض عنده سكر بس ما عندوش وزنه مثلا معدل كتله الجسم 35 اللي هي سمنه من الدرجه الثانيه، يعني نفس وزنهم مثلا ما بين 110 115 120 عاوز يعمل عمليه من اجل يعني السكر اساسا وعاوز ينزل وزن برضه. الجراح هنا لازم يراعي برضه خلاص ان احنا عاوزين نوصل مثلا لتارجت ويت حوالي 85 80، هو طوله مثلا 180 سم، يبقى احنا عندنا الويت لوس حوالي 30 25 كيلو، ده مش ويت لوس كبير، وبالتالي هنا ما ينفعش ان احنا نعمل جزء يتعلق بالتصغير يبقى عنيف قوي. بالعكس لازم نوسع الجيب شويه ونوسع التحويله شويه ونعتمد على مقاسات التحويل المصغر اللي هو 33% من طول الامعاء لان ده هيدي فرصه احسن لنجاح علاج السكر. خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ الطبيب الذي يعطي المريض الحريه الكامله في اختيار نوع العمليه سواء كان تحويل المسار المصغر او تحويل المسار الكلاسيكي وقائلا بانهم نفس النتائج، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا ده متهم. ليه؟ لانه انا الفتره الاخيره دي من انصار ان المريض لازم يشترك في القرار، بس يشترك في القرار في الافكار. انما ما يقدرش المريض كمان يشترك في القرار في التفاصيل الدقيقه لان هو ما عندوش خلفيه قوي. بمعنى انا دلوقتي لو جالي مريض وقال لي مثلا انا لا عاوز تحويل المسار المصغر وهو لا تصلح له تحويل المسار المصغر. ما ينفعش ان انا اعملها له لمجرد ان هو عاوز كده. خالص. تمام؟ يعني لو اختياره يتعارض مع صحته لا يمكن ان انا هقبل، او اي جراح في العالم كله لا يمكن ان يقبل انه يشترك في هذه الجريمه ان هو نعمل لمريض جراحه من اجل المريض عاوز كده. عاوز كده ممكن في الهدوم في اللبس في حاجات زي كده، في حاجه تمس الصحه لا يجب ان الجراح يمشي ورا المريض في القرارات الخاطئه. طب انا هسال حضرتك سؤال ثاني برضو ده سمعناه. من يقول لمريضه ان انت تعملي تحويل مسار مصغر افضل من الكلاسيكي لانه تاثيرها على الحمل هيكون اقل؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده متهم، ده جاني للاسف. للاسف لانه هو مفيش حاجه اسمها كده. يعني انا برضه عاوز اقول دي حاجه يعني يعني هو هنا حاجه كوميديه بيعتمد على تاثير كلمه مصغر على العيان، وده خطا، ده خطا كبير. كلمه مصغر ان هي كلمه صغيره يعني مصغر للجراح حقيقه مش مصغر للعيان. تقليل هو يعني ده يأثر على الحمل او مش هيأثر على الحمل. اولا طبعا هو تحويل المسار لا كلاسيك ولا مصغر بيأثر على الحمل، بالعكس بيدي فرصه اعلى، بيدي فرصه اعلى للتبويض والاخصاب وفرصه حدوث الحمل اعلى بكتير في الناس الطبيعيين في الوزن عن انهم في اللي عندهم زياده في الوزن. لا طبعا ده يعني ده كلام غير علمي بالمره الحقيقه. اذا هنذهب الى المنطقه الثالثه، ما زلنا برضه في حوار علمي شديد، التفصيل عالي المستوى بدرجه مهمه جدا. واعتقد انه النهارده كشف المستور، يعني كشف المستور ده العنوان الاساسي للحلقه. اللي خلينا نذهب الى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ من يقول بحماس شديد ان تحويل المسار المصغر تعتبر من العمليات الجديده التي طورت من عمليه تحويل المسار الكلاسيكي؟ ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ما هوش وهم ولا حاجه. اضافه مهمه في عالم جراحات السمنه ده اكيد.
مفيدة في بعض العيانين، ده حقيقي فعلا. قللت نسبة المخاطر لمجموعة معينة من العيانين. أكتر مجموعة استفادت من تحويل المسار المصغر، المجموعة اللي عندهم سن نشية الإفراط، اللي عندهم أوزان 200 كيلو وأنت طالع، لأن ده أكيد قلل لها نسبة وقت العملية، وقلل لها كمان نسبة المخاطر بتاعت التحويلة كمان ما بين الأمعاء والأمعاء، بتبقى صعبة في أوزان كبيرة، يعني بتبقى محتاجة تقنية حرفية عالية قوي. فده بيخلي نسبة المضاعفات بتاعتها أكيد أقل. تطوير، احنا طولت عندنا تطوير، يعني احنا ما بتخلاش سنة أو سنتين من تطوير حاجة جوه. ما زلنا لحد دلوقتي عندنا تطويرات جوه الكلاسيكي، وعندنا تطويرات جوه المصغر، ودايما العلم يعني يعيبه الجماد والثبوت، يعني ما ينفعش يبقى فيه ثبات او جمود في العلم. لا، دراسات جديده كل يوم بتطلع، افكار جديده بتطلع، لازم يبقى فيه تطور. واكيد تحويل المسار المصغر كان اضافه لعالم جراحات السمنه، اضافه قويه. انما انا ما بحبش المبالغات، يعني هي اضافه قويه وعمليه جميله ورائعه لبعض المرضى، مع الكلاسيكي كمان عمليه كويسه جدا لبعض المرضى. انما ما ينفعش فجاه يبقى المصغر ما فيش فيه اي عيوب وكلاسيكي يبقى لا، طبعا ده كلام مش حقيقي. السؤال ده برضه سؤال منتشر قوي، يعني بنسمع الكلام ده كتير، انه بعض الناس تروج انه يفضل اجراء عمليه تحويل المسار المصغر عن الكلاسيكي مع صغار السن. لا، يمكن ده يعني انا حقيقه مستغرب من الجمله دي، لان احنا عارف العكس. ده وهم. لانه احنا يمكن نسبه يمكن بالعكس، الشباب الصغير احنا بنحب تحويل المسار الكلاسيكي اكتر. ليه؟ لانه الفتره اللي بتتعرض فيها المعده لارتجاع السائل المراري كل ما بتطول، كل ما ده ممكن يعمل لنا شويه نبات في المعده اكتر، ولو في كمان حصل ارتجاع للسائل المرئي ده جوه المريء، ده ممكن يدخلنا في مشاكل. المشاكل دي تبدا تبان بعد 20 25 سنه في تحويل المصغر، تمام. وبالتالي احنا عاده في السن الصغير اللي هم لحد سن مثلا 40 35 كده، بنميل اكتر ناحيه الكلاسيكي لو ما كانش عنده زياده مفرطه في الوزن، يعني مش 200 كيلو او اكتر. فبالعكس ده هو الصغيرين احنا بنحب لهم الكلاسيكي اكتر شويه من اللي فوق سن 40 او 35. في سؤال برضه مهم قوي، هناك اوزان معينه يقول الراي فيها انه لا يصلح في التعامل معها الا تحويل المسار الكلاسيكي. الكلام ده مهم، ده وهم ولا شك ولا يقين؟ اوزان صغيره؟ لا، اوزان معينه. اوزان معينه، اوزان معينه لا يصلح معها الا تحويل المسار الكلاسيكي. لا، انما في اوزان معينه الافضل ليها تحويل المسار المصغر. خلاص، الاوزان اللي هي فوق 200 كيلو اكيد تحويل المسار المصغر افضل. واحنا عندنا وانا البوليسي بتاعتي ان كل الاوزان اللي فوق 200 كيلو تحويل المسار المصغر طبعا. انما تحويل المسار الكلاسيكي ممكن يمشي فعلا في الاوزان الكبيره، بس هيبقى اكيد نسبه الخطوره فيه اعلى شويه. يعني نقدر نقول الكلام ده شك، يعني شك، لكن التصحيح بتاعه ان تحويل المسار المصغر هو المتخصص في الاوزان فوق ال 200 بالظبط. نورتنا وشرفتنا وسعدنا وبنفتخر بوجودك وسطنا، وبتبقى دائما يعني انا بتصور ان كل حلقه في حد ذاتها درس مهم جدا جدا، وعلى اعتقد ان وجودك يعني حائط صد كبير يمنع التجاوزات على قد ما بنقدر طبعا، ولو ان اللي ناوي يتجوز ما بيهموش اذا كان الدكتور احمد ابراهيم موجود يعني نقدر يعني هيسمعه او لا. وعلى فكره احنا بنسمع، ولو حضرتك حتى ما كانش عندك وقت احنا اللي بنوصل لك يعني. بص، يعني طبعا اولا بشكرك على انك انت يعني مهتم بهذا الموضوع، وموضوع حياتي النهارده حقيقه موضوع لطيف، ويعني لما انت قلت لي يعني عايزين نتكلم في حاجه زي كده، الحقيقه انا لقيت ان هو فكره لطيف فعلا، لانه في كلام كتير مش مظبوط. طبعا ده دورنا خلاص، وده دورنا في اعلام ان احنا نبدا يعني نوضح للناس اي خطا او شذوذ في الكلام. ونتمنى ان المجتمع الطبي كله يبدا يتكلم بنفس يعني بنفس اللغه، تمام، بحيث ان احنا ما نعملش كونفيوجن للعينين بتوعنا في كلام مش مظبوط. اسوء حاجه لجراح قرر يتخصص في جراحه السمنه هو انه ما يكونش ما بيعملش غير عمليه واحده، او بيحاول انه تويست يعني يلغي عمليه بحيث انها تناسب كل الناس. واحنا لو كان عندنا عمليه واحده تناسب كل الناس يعني ده كان هيبقى اسهل كتير، انما احنا ما عندناش عمليه واحده تناسب كل الناس، ولازم يبقى عندنا في تنوع.
سواء كان التنوع ده في اسباب السمنه او حتى لو اسباب السمنه واحده، التنوع كمان في الحاله المرضيه، الحاله بتاعت المريض بتاعت يعني واحد وزنه 80 كيلو اكيد غير واحد وزنه 200 كيلو، واحد عنده ارتجاع غير واحد ما عندوش ارتجاع، واحد عنده سكر غير واحد ما عندوش سكر. المرضى بيختلفوا في حاجات كتيره، وبالتالي في متغيرات كتيره لازم الجراح كلها ياخدها في الاعتبار. شرفتنا ونورتنا، والدرس الذي ينبغي يستفيد منه الشباب الاطباء ان انتم في بدايه رحلتكم مع تعلم جراحات السمنه ايا كان موقعكم، ينبغي ان تتعلموا كل جراحات السمنه بنفس الدرجه من الاهتمام والتركيز والتعلم. وما تقولش انا جراح سمنه متخصص او شاطر الا ما تكون اتقنت تماما كل هذه العمليات ورافقت اساتذتك لفترات طويله، بقيت مساعد لفترات طويله وحليت المشاكل بشكل جيد جدا. ده اللي انا استفدت منه من هذه المحاضره القيمه جدا. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره واستاذنا الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم، اهلا بك دائما في نشاط. خليكم دائما معنا سحب.